لم يكن الطريق معبدا بالورود ولا خاليا من المنعطفات والألغام في معركة بنغازي، فقد تطلبت المواجهة جهدا عسكريا استثنائيا ونفسا طويلا من قوات الجيش الليبي، لا لأن الأطراف المقابلة ميليشيات وكتائب كثيرة ومتفرقة فقط، بل لأنها تتلقى دعما منقطع النظير من الخارج ومنذ عدة سنوات. الآن وقد أحكم الجيش قبضته على بنغازي، تبدو مرحلة العد العكسي لتحرير ليبيا أكثر قربا وواقعية، خاصة مع بدء تجفيف منابع الإرهاب وانشغال رعاته بأزماتهم الخاصة. استعدادات قبل بدء معركة الحسم، هكذا بدأت قوات الصاعقة يومها قبل تحرير آخر معقل للمتطرفين في بنغازي. تفحص الجنود أسلحتهم قبل الانطلاق وتلقوا الأوامر من قائد المحور. دبابات الجيش الليبي بدأت بالتقدم، خلفها المدرعات والعربات المسلحة، وبعد القصف بالأسلحة الثقيلة تقدم المشاة. اشتباكات عنيفة دارت بين الجيش والمتطرفين في معقلهم الأخير. الحذر واجب، فالإرهابيون لا يتقيدون بأي قوانين دولية. استخدموا الألغام في الشوارع وزرعوا المفخخات في البيوت. السيارة أثناء التقدم وجدت قوات الصاعقة سيارة مدرعة مركونة، وبعد فحصها اتضح أنها سيارة مفخخة كان سيستعملها المتطرفون لعرقلة تقدم الجيش. توغل الجنود داخل الحي وبدأوا بالبحث عن المتطرفين. أثناء تمشيط المناطق المحررة قبض الجيش الليبي على عدد من المقاتلين من بينهم أجانب. قامت قوات خاصة صباح اليوم بعملية أطلقت عليها عملية فضل الشهيد، سيطرت فيها على طريق البحر بالكامل ومؤسسات الدولة، واسترجعت آخر فنادق في مدينة بنغازي، فندق رجنسي، وتوغلت داخل شوارع منطقة الصابري، وسيطرت أيضا على مستشفى جمهورية. تم القبض على عائلات خاصة بالإرهابيين، تم القبض على مقاتلين أو ثلاثة من جماعات إرهابية. بعض المقاتلين من الجماعات المتطرفة جاءوا من دول عدة لمحاربة الجيش الليبي، ولكن أحلامهم لبناء دولة الخلافة انتهت في بنغازي. بالنسبة للشباب الليبيين اللي غرر بهم وانضموا لهذه المجموعات المتطرفة من الجماعات الإرهابية، توا بالله عليك واحد ليبي في بنغازي ويأيد في بوكر البغدادي في العراق ويقول جايينكم بالقتل، وواحد جاي من تونس جايينكم بالذبح، وواحد جاي من السودان جاي مش عايش في دير. هاي كلام راه مسهل، وقلناه لهم أول يوم، وقلنا لهم بنغازي ترفها حامي، بنغازي ما تقدرش عليها، بنغازي واعرة ولن يكون لكم مكان في ليبيا. الحرب مرت من هنا. مشاهد الدمار قد تبدو قاسية بعض الشيء، ولكن هذا النهار الذي أعلن فيه تحرير مدينة بنغازي سيظل راسخا في ذهن أهالي المدينة. أهم المراحل التي سبقت تحرير بنغازي يستعرضها لنا الآن سامي. سامي، يعني تطور مهم ولافت، 3 سنوات من المعارك الشديدة إلى أن توصلنا إلى هذه النتيجة اليوم. منذ عام 2014 موعد إعلان عملية الكرامة بقيادة الجيش الليبي، اليوم بعد هذه السنوات 3 يتم تحرير المدينة من بقايا المتطرفين ومجلس ثوار شورى بنغازي وكما يعرف بهذا الاسم. طريق طويل سلكتها بنغازي حتى وصلت إلى تحريرها على يد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. في 11 من سبتمبر عام 2012 قتل السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز بعد ما هاجم تنظيم أنصار الشريعة القنصلية الأمريكية في بنغازي. ردا على هذه الحادثة خرج ما يزيد عن 30,000 ليبي فيما عرف أنذاك بجمعية إنقاذ بنغازي مطالبين بحل التشكيلات المسلحة وتشكيل جيش وطني ليبي. في اليوم الموالي رفض رئيس المؤتمر الوطني محمد المقرية المطالب الشعبية وأعطى شرعية للميليشيات المتطرفة وأعلن تشكيل غرفة عمليات أمنية مشتركة.
منذ ذلك التاريخ حتى عام 2014 ارتفعت نسبة الاغتيالات في بنغازي بعدما فرضت الجماعات المتطرفة نفسها لا سيما القاعدة وسيطرت على بنغازي. بحسب تقارير صحفية فإن 120 شخصا قتلوا في 2013 بين قيادات عسكرية، شخصيات حقوقية وإعلامية وأئمة وخطباء، وأبرز هذه الشخصيات اغتيال الناشط عبد السلام المسماري والناشطة الحقوقية سلوى بوغ عيقيس. بينما وصلت عملية الاغتيالات في عام 2014 إلى أكثر من 230 حادثة، لعل أبرزها اغتيال الصحفي والناشط السياسي مفتاح بوزيد المعروف بمناهضته للمتطرفين. لكن الغريب أن السلطات الليبية الحاكمة آنذاك لم تحقق في كل هذه الاغتيالات، وفي غياب التحقيقات خرج قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في 17 من مايو 2014 ليعلن انطلاق ما أسماها عملية الكرامة، وحدد هدفها بأنها لمحاربة الإرهاب ووقف عمليات الاغتيال التي حصدت أرواح ضباط وجنود القوات المسلحة. منذ ذاك بدأت الاشتباكات والمواجهات بين الجيش الوطني الليبي في وما يعرف بمجلس ثوار بنغازي الذي تقوده جماعة أنصار الشريعة، ولم يخلو الأمر من تمرد عمليات تخريب، حيث بدأت السلطات الليبية غرب البلاد الواقعة تحت سيطرة الجماعات الليبية المقاتلة وتنظيم الإخوان المسلمين بتقديم الدعم للمجموعات المسلحة في بنغازي، واستمرت الدول الداعمة المتطرفين وعلى رأسها قطر بإرسال الأسلحة والذخائر عبر مطري معتيقة و مصراتة. بالتوازي مع معارك بنغازي كان الجيش الوطني الليبي يحقق انتصارات في عدة جبهات أخرى، ففرض سيطرته على الهلال النفطي في 18 مارس الماضي، كما تمكن من السيطرة على المنطقة الجنوبية بالكامل قبل أن يعلن البارحة قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر استعادة بنغازي وتحريرها من المتطرفين بالكامل. إذن مهند، تاريخ طويل لليبيا، منذ مقتل السفير الأمريكي في بنغازي لم تهنأ هذه المدينة الليبية ووقعت تحت سطوة المتشددين، لكن الجيش الليبي بحزمه وإصراره على دحر هؤلاء المتمردين استطاع اليوم أن يعلنها مدينة محررة ويجعل الليبيين يعيشون في سلام ويدخل مرحلة جديدة كما قال المشير خليفة حفتر. هي لم تهنأ قبل ذلك بكثير سامي، يعني أنا كنت موجود في بنغازي في يوم مقتل المشير اللواء عبد الفتاح يونس صحيح في أغسطس من عام 2011 في بداية الثورة، وكانت هناك الكثير من علامات الاستفهام على هذا الموضوع. الآن بدأت تتكشف بعض هذه الحقائق وبعض صحيح. هذه المعلومات. هناك الكثير من الأسئلة التي أود أن أسألها لضيفنا، ما الذي جعل هذا الإنجاز الميداني ممكنا الآن؟ دعنا نرحب بضيفنا معنا من القاهرة الناطق باسم الجيش الوطني الليبي العقيد أحمد المسماري. عقيد مسماري مساء الخير، مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار. نتحدث عن هذا التطور الميداني المهم، إنجاز كبير لا شك للقوات المسلحة الجيش الوطني الليبي. ما الذي جعل هذا الإنجاز ممكنا الآن بعد كل هذه السنوات، سنوات ثلاث طويلة من القتال الدامي والمستمر؟ أولا السلام عليكم وحييكم وحيي كل الأخوة المشاهدين. نعم بالتأكيد أن ما حدث أمس وتم الإعلان عنه من قبل سيدي القائد العام شخصيا هو إنجاز عسكري ممتاز جدا في إطار الحرب على الإرهاب في منطقة بنغازي بالتحديد وفي كافة أنحاء الأراضي الليبية. تتميز معركة بنغازي لكونها كانت مركز رئيسي للإرهابيين، لمركز رئيسي لتنظيم القاعدة والأخوان المسلمين ولحد لتنظيم داعش بعد ذلك، ولكن صبر القوات المسلحة والقيادة الحكيمة استطعنا أن نتقدم ويوم بعد يوم حتى ننهي المعركة يوم أمس. بالفعل تأخرنا في إنجاز المهمة لعدة أسباب. أولا لكون المخزون الذخيرة لدينا قليل جدا، ثانيا لكون قطر لم تقصر أبدا على الإطلاق في دعم الجماعات الإرهابية بالسلاح والذخائر والمقاتلين كذلك، كانت تنقل هذه الأسلحة والذخائر من قطر وتركيا إلى معيتيقة ومطار مصراتة، مطار الكلية الجوية في مصراتة ومطار الجفرة، وكانت تنقل من قطر إلى السودان ومن السودان إلى ليبيا هذه الذخائر وهذه الأسلحة التي كانت، وكانت حقيقة نحن لا نقاتل الأخوان ولا نقاتل القاعدة بل كنا نقاتل قطر في بنغازي.
طيب عقيد أحمد المسماري باستعادة بنغازي من التطرف وعودتها إلى حضن الجيش الوطني الليبي، ما الذي ربحه الجيش الوطني الليبي في هذه المعركة باستعادة هذه المدينة، وما الذي خسره المتطرفون برأيك؟ أولا القوات المسلحة ربحت الكثير والكثير. أولا الثقة الكاملة بين القوات المسلحة والشعب الليبي الذي فوضنا في هذه المعركة، لأن الثقة كبيرة جدا بين جسمين. ثانيا استفدنا خبرة قتالية وكفاءة قتالية، نستطيع خوض المعارك القادمة بكل أريحية بإذن الله تعالى. كذلك استفدنا أن ندمر، وهذا الأساس نجحنا، وليس استفدنا، نجحنا في تدمير مشاريع كثيرة جدا في تحاك لليبيا، كانت مؤامرة تقوتها قطر وبعض الدول. نجحنا في تدمير مشروع قطر للسيطرة على الغاز والنفط الليبي، وجعل ليبيا نقطة انطلاق أو قاعدة عسكرية للانطلاق نحو دول الجوار وخاصة نحو مصر ونحو أوروبا. استفدنا ونجحنا في تدمير المشروع الغربي لتقسيم ليبيا، نجحنا وفي تدمير المشروع السوداني في إطار ما يعرف في السودان بمشروع السودان الجديد، وهو الاستيلاء على النفط الليبي. هذه النجاحات التي تحققت القوات المسلحة، نجحنا في تحقيق هيبة الدولة الليبية. عقيد مسماري، أود أن أسألك عن المعارك التالية بعد قليل، ولكن دعني أعود إلى نقطة لافتة أشرت إليها قبل قليل، وهي أنه أحد العوامل التي أتاحت هذا الإنجاز الميداني المهم هو عدم تلقي المجموعات المتطرفة دعما من الخارج، أشرت إلى الدعم القطري. هل هناك مؤشرات واضحة على أن هذا الدعم خف أو انقطع أو تغير في الآونة الأخيرة؟ حقيقة أستطيع القول أن الدعم القطري كان منذ شهرين تقريبا، رصدنا طائرات السي 130 الأمريكية، طائرات النقل، هي تتبع القوات الجوية القطرية، تتبع طائرات نقل عسكري قطرية، هبطت في مطار جفرة وهبطت في مطار مصراتة أكثر من مرة تقل أسلحة ومعدات عسكرية. ولكن بعد معارك حقيقة ضارية في منطقة النفطي وفي منطقة الجفرة، سيطرنا على مطار جفرة وبدأت مصادر أو أماكن الإمداد ضعيفة لديهم ونجحنا في ذلك. ولكن بعد إعلان الآن الدول العربية المواجهة للإرهاب المقاطعة قطر، نحن نقول نحن أكثر من تضررنا من قطر، ونحن أكثر شعب لاقى ويلات تدخل قطر في ليبيا، وبالتالي نحن لدينا معركة أخرى الآن مع قطر، ستبدأ معركة قضائية، معركة قانونية على المستوى العربي وعلى المستوى الدولي بإذن الله تعالى. عقيد أحمد المسماري، نحن نعرف بأنه بنغازي في 2016 الجيش الليبي كان يسيطر على 90% من المساحة الجغرافية لمدينة بنغازي، لكن الجيش الليبي كان دائما يجد إشكالات في سوق الحوت والصابري. ما الذي يجعل من هذين النقطتين تحديدا يعني هما أماكن الاستعصاء على الجيش الليبي؟ ليست أماكن الاستعصاء، ولكن نحن نستطيع القول أن القتال في الأراضي المفتوحة ليس مثل القتال داخل المدن، وداخل المدن كذلك يختلف حي إلى حي آخر. فيما لو رجعنا إلى جغرافية سوق الحوت والصابري، هي أحياء قديمة جدا، شوارع ضيقة جدا تمركزت فيها جماعات الإرهابية منذ 2011. بعد بداية الكرامة قاموا بإنشاء كثير من السدود الترابية وكثير من الحقول الألغام والمفخخات، استغلوا جغرافية الأحياء لصالحهم، نصبوا القناصات في الأماكن العالية، سيطروا على المداخل والمخارج، وبالتالي كانت الخطة تحتاج إلى نوع معين من القتال، أولا تمهيد الطائران والمدفعية، ثانيا رجال الهندسة العسكرية قاموا بفتح ثغرات وسط الألغام، وهذا ما يبطل العملية. نحن أبطلنا العملية حتى نقلل الخسائر في جنودنا ولا يكونوا عرضة للألغام والمفخخات والقناصة، ولكن كانت الخطة ناجحة 100%. أخذت مزيد من الوقت، ولكن كانت المعركة فاصلة ولا رجعة فيها. طيب عقيد مسماري، عندما يقول المشير خليفة حفتر يشير بالتحرير الكامل لمدينة بنغازي، ما الذي يعنيه ذلك تماما؟ هل هذا يعني أنه لم يعد يتبقى أي جيوب لهؤلاء على الإطلاق في مدينة بنغازي؟ أين ذهب هؤلاء طبعا عدل عن الذين قتلوا في هذه المعارك؟
أعتقد أن السيد المشير يدرك تماما ماذا يقول في هذه النقطة بالذات، هو يعني انتهاء المعارك العسكرية، المعارك القوات المسلحة المقاتلة ووحدات المقاتلة الآن ستخرج من المنطقة وتعود إلى معسكراتها على أطراف بنغازي، ولكن هناك معركة أخرى بدأت الآن في بنغازي وهي المعركة الأمنية. الأجهزة الأمنية الآن تقود في معركة تمشيط ومعركة تفتيش ومعركة متابعة وملاحقة العناصر المشبوهة والخلايا النائمة، هذه معركة أخرى. بعد ذلك ستبدأ معركة أخرى ومرحلة أخرى وهي معركة الحرب الفكرية والثقافية التي خولت أو التي جعلت من ليبيا في بنغازي ثغرة استغلها العدو وهو التثقيف والتعليم للشباب. حضرة العقيد أحمد، يعني سيطرتم الآن على بنغازي، الهلال النفطي مسيطرين عليه، تقريبا الجنوب أيضا للحضن الجيش الوطني الليبي، ما الخطوة التالية للجيش الوطني الليبي برأيك، ومتى ستبدأ معارك إن كانت ستحدث في القريب العاجل؟ حقيقة لدينا تجربة تاريخية في أكثر من مرة على مر التاريخ أن بنغازي هي مفتاح ليبيا. بنغازي هي العمود الفقري في أي عملية في ليبيا سواء سياسية سواء عسكرية. بمجرد أعلن تحرير بنغازي بالأمس احتفلت طرابلس واحتفلت الزاوية واحتفلت المنطقة الغربية بالكامل احتفالات كبيرة جدا حقيقة، في احتفالات شعبية في المنطقة الغربية والجنوبية والشرقية، وبالتالي يدل أن وهج انتصارات بنغازي تنعكس إيجابيا لصالح الجيش في بنغازي وفي بعض المناطق الأخرى. معركة طرابلس بإذن الله نحن نحاول قدر الإمكان أن ندخل فاتحين، ولو لن ندخل مقاتلين لحساسية هذه المنطقة، نعرف طرابلس ونعرف الظروف المحيطة بهذه المدينة، وبالتالي سنضع خطة تتمشى مع هذه الظروف ومع متطلبات مدينة طرابلس مع سكان المدينة. نعم، كان هناك الكثير من الترحيب عقيد مسماري والإشادة ليس فقط من دول في المنطقة ولكن على مستوى العالم. دعني أقرأ عليك بسرعة ما قالته المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية على سبيل المثال، تقول: حتى تكون هذه النجاحات مستدامة يجب تشكيل جيش ليبي نظامي تحت إمرة السلطة المدنية. هذا هدف مهم، ولكنها يعني كم يبعد هذا الهدف برأيك عما ليبيا موجودة فيه اليوم؟ حقيقة أنا فوجئنا اليوم كذلك بالسراج يصدر بيانا خاليا أو يرحب كأنه هو من قاد هذه العمليات. هذه سرقة الانتصارات وسرقة لدماء وتضحيات الجيش الليبي، وهذه سرقة كبيرة جدا. السراج لم يقف معنا يوما، بل وقف مع سرايا ثوار بنغازي ووقف مع مصراته ووقف مع جماعات الإرهابية، ولدينا الأدلة الكافية، وبالتالي عليه أن يكف عن ذلك. ثانيا، نحن نعلم ونعرف ماذا نفعل، سيادة القائد العام يعرف ماذا يفعل ويعلم إلى أين يتجه بشكل جيد، وبالتالي نحن قبل القيادة السياسية وقبل اتفاق السياسيين الذين الآن أربكوا المشهد في ليبيا ودمروا البنية الأساسية لأي اتفاق، نحن الآن في معركة ضد الإرهاب ضد الإرهابيين. عندما نخلص ليبيا من الأخوان المسلمين ومن تنظيم القاعدة ومن داعش سنجد كل الليبيين على طاولة واحدة متساويين بإذن الله تعالى. حضرة العقيد أحمد، يعني على ضوء الإشادة الفرنسية نحن نعرف بأن فرنسا عضو دائم في مجلس الأمن، هل تتوقعون أن يتم رفع الحظر عن تسليح الجيش الوطني الليبي؟ حقيقة هنا في موضوع هام جدا، شكرا لك على هذا السؤال. نحن لدينا الآن وحدات عسكرية مقاتلة فعالة بأفراد عسكريين بأرقام مرتب عسكرية، لدينا مجموعة من الألوية والكتائب في منطقة سبها ومنطقة الجنوب الغربي الآن دخلت أو تم تنظيمها وهيكلتها تحت القيادة العامة. هذه الوحدات بالذات تحتاج إلى تسليح وبشكل سريع. لماذا؟ ولا تحتاج إلى تسليح ثقيل، بل تسليح متوسط وآليات ومعدات عسكرية وغيرها من الوسائل العسكرية. لماذا؟ لأن هذه الألوية والكتائب فيما لو سلحت الآن وما لو تم إعادة إمدادها الإمداد الجيد ستكون قاطع رئيسي لكل طرق التهريب في المنطقة، منطقة سبها ومنطقة الجنوب الغربي ومنطقة الجنوب الشرقي. هذا أمر هام لأوروبا، إذا كانت فرنسا وأوروبا لا تريد الهجرة الشرعية فعليها الآن وبشكل سريع رفع حظر تسليح عن الجيش الليبي، وخاصة فيما يخص الأسلحة المتوسطة والخفيفة أو أسلحة جندي حرس الحدود. شكرا جزيلا لك العقيد أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، كان معنا مباشرة من القاهرة. يعني خطوة لا شك مهمة كما أشرت سامي قبل قليل، مسألة تحرير بنغازي بشكل كامل. السؤال يبقى:
إلى أي مدى يمكن الاستفادة من هذا الزخم الموجود حاليا والاستمرار في القضاء على هذه المجموعات التي عاثت في البلاد الكثير من الفساد؟ واضح من خلال كلام المتحدث باسم الجيش الليبي أن هناك معنويات عالية وسيتم البناء على هذه الروح المعنوية لتحرير باقي المدن الليبي من قبضة هؤلاء المتمردين. لدينا بعض المشاركات بكل تأكيد نأخذ هذه الموضوع. صحيح نأخذ بعض هذه المشاركات مهند حول تحرير مدينة بنغازي من المتطرفين، تحرير بنغازي نهاية مرحلة وبداية أخرى. طراد يقول مقاطعة الدوحة يساوي تحرير الموصل وتحرير بنغازي، نتائج مبهرة. هذا يتحدث عن الأزمة القطرية ولدت كل هذه الانفراجات. مشاركة أخرى، هذا ما قلناه من قبل محاربة الإرهاب، حتى من قبل أن تبدأ من محاربة الداعمين له حسب ما يقول خالد. بيتر يقول تحرير بنغازي يمثل فرصة ثمينة للانتقال من الحرب إلى السلام في ليبيا عبر استعادة حكم القانون واحترام حقوق الإنسان. هذا السفير البريطاني يبدو لي في ليبيا. هنا حسان يقول ليبيا ستعود بالكامل بعزيمة أبطال قواتنا المسلحة، فإنهم عازمون على تحرير كل بقاع الوطن ويعود القانون. تبقى مسألة رفع الحظر عن السلاح مسألة مهمة لتمكين الجيش الوطني الليبي من تحقيق المزيد من الإنجازات الميدانية. شكرا جزيلا لك سامي.